في مارس الماضي عثر على جثة موظف سابق لدى شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات يدعى جون بارنيت، وقبيل وفاته كان يدلي بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة بشأن وقوع خروقات. واليوم تقارير تتحدث عن شخص آخر يدعى جوشوا دين، وهو أيضا أحد المبلغين عن المخالفات لدى بوينغ. جوشوا دين كان موظفا سابقا في شركة سبيريت إيروسيستم، وقد توفي بعد مرض مفاجئ بعدما اتهم أحد موردي شركة بوينغ بتجاهل العيوب في إنتاج طائرة 737 ماكس. دين الذي زعم أنه طرد انتقاما من التراخي في المعايير في مصنع الشركة في ويتشيتا بولاية كانساس، كان قد قدم شكوى ضد شركة سبيريت إير سيستمز الموردة لشركة بوينغ إلى إدارة الطيران الفيدرالية، مدعيا وجود إخفاقات خطيرة في الجودة في منشأة الإنتاج الخاصة بها، وشهد في دعوى قضائية للمساهمين ضد الشركة، وهو ما أثار بعض الشكوك في وفاته عن عمر ناهز 45 عاما. إن وفاة موكلي خسارة لمجتمع الطيران وجمهور الطيران. لقد امتلك شجاعة هائلة للدفاع عما كان يشعر أنه صحيح، وقد أثار قضايا الجودة والسلامة. يجب على شركات الطيران تشجيع وتحفيز أولئك الذين يثيرون هذه المخاوف. شركة سبيريت إيروسيستمز التي كان يعمل بها دين أعربت عن تعاطفها مع عائلة الراحل، الذي تقول تقارير إنه توفي بعد إصابته بالتهاب رئوي وسكتة دماغية بسبب عدوى بالميثسيلين، وهو أحد مشتقات البنسلين، وهو مضاد حيوي يستخدم في علاج الالتهابات البكتيرية التي تسببها بكتيريا تسمى المكورات العنقودية. أما شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ فنفت الاتهامات الخاصة بوجود أخطاء إنتاجية تؤثر على جودة وسلامة طائراتها.